بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم 10/8/2019 تقوم مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية الحاج رعد الشوك باستلام 31 جثة مجهولة الهوية من دائرة صحة محافظة بابل من الثلاجة مباشرة لغرض تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، ومن بعدها نقوم بدفنهم في مقبرة كربلاء المقدسة. الله يزارك حج رعد. حج رعد، شنو شعورك وانت تقوم بهذا العمل الإنساني لغرض تغسيلهم وتكفينهم ومن ثم دفنهم في مقبرة كربلاء على نفقتك الخاصة؟ حجي، الحمد لله والشكر اللي الله معطينا في النعمة كريمة ونفس طيبة بالأعمال الخيرية اللي نقوم بها. اليوم تقوم مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية الحاج رعد الشوك بغسل وتكفين ودفن هؤلاء المغدورين اللي هم 31 يوم اللي استلمناهم من صحة بابل، الطب العدلي مال بابل، واللي هم من شمال بابل جايبيهم. والحمد لله اليوم اللي بالتعاون مع أعضائية المؤسسة، وإحنا اليوم نقدم كل الشكر والتقدير للأخ قيس اللي هو قام بهذا العمل اللي جابهم نقلهم من الطب العدلي بابل إلى كربلاء. وكما تشاهدونه طبعا هو الرجل ما متوقف ومستمر ويانا بأعمال الخير، وأتمنى الموفقية، أتمنى الموفقية لكل أعضائية المؤسسة الزراء الخيرية المتعاونين بهذا العمل الخيري اللي نقدمه لجميع الناس والطيب والخير. وهاي المؤسسة طبعا هي مو بس اليوم غسل وتسبي الأموات، وإنما هي عندها برامج الزواج اللي كل 50 على وجبات طول السنة، وطبعا عندها يعني عمليات بناء مستمرة بهذا العمل الخير، أيتام عندنا طبعا، وإن شاء الله نظل مستمرين بهذا العمل إن شاء الله. فهذه نعتبرها في النعمة كريمة الله مطينا إياها، هاي النعمة.